جايين نفتح مع بعضينا السكن بتاع باولو. الشخصية اصلا مش عندي يا جماعة، فالشخصية هتتفتح بالسكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل صحة وحال دايما ان شاء الله. ورجعنا تاني مع بعضينا في السلسلة الذي لا تنتهي في لعبة زوبة. النهاردة ان شاء الله جايين نفتح مع بعضينا السكن بتاع باولو. الشخصية اصلا مش عندي يا جماعة، فالشخصية هتتفتح بالسكن. خلونا قبل اي شيء تنسوش لايك كتير على الفيديو يا جماعة، لايك 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 لايك، شير 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 شير، اشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، فعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد بنزله في القناة اول باول. خلونا نبدأ مع بعضينا ونقول بسم الله. ويلكم باولو. واو 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 واو، والسكن كمان. ويلكم بيكا باولو. ويلكم 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 لباولو. مبروك علينا باولو يا جماعة. عايز اقول لكم ان انا تعبت كتير تعبت كتير تعبت كتير عشان افتح الشخصية دي، حرفيا يعني حرفيا حرفيا. باولو من الشخصيات الجميلة جدا يا جماعة. يمكن حلاوته ان هو سريع جدا زيه زي يعتبر سكيبي. خلينا نسيب له الفيديو بتاع الشرح بتاعه، هقول لكم فيه كل حاجه ان شاء الله زي ما انتوا معودكم في الشرح بتاع الشخصيات، بعرفكم كل حاجه عن الشخصيات اول باول، وهيكون فيه حاجات جديده ان شاء الله باذن الله. هتلاقوا فيه شروحات بعد كده عن كل سوبر لكل شخصيه هفتحها. هتلاقوا بعد كده بعمل فيديو مخصص لكل شخصية، فيديو كامل عن اللعب وطريقة اللعب وازاي تكسب وازاي تلعب بيها سولو وازاي تلعب بيها دو تريبل، تلعب بيها بيك تيم، تلعب بيها سكواد تيم. هتكلم عن حاجات كتير الفترة اللي جاية ان شاء الله، بس احاول على قدر الامكان ان انا افتح شخصيات كتير عشان اقدر اعليهم لمستوى كويس، اقدر ان انا ادخل العب بيها وتشوفوا اللعب بيها بيبقى عامل ازاي في مستواها الكبير مش وهي صغيرة. هنحاول ان احنا ننهي الفيديو على كده عشان ما يكونش كبير يا جماعة. حبيت ان انا افتح الشخصية معاكم واعرفكم ان انا وصلت لها. حاولوا بسرعة تلحقوا لايك كتير على الفيديو، لايك لايك، شير شير، اشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، فعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد بنزله في القناة اول باول. وما تنسوش تصلوا على الحبيب عشان قلبكم يطيب. انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله بكل حصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.